طبعا طريقة عمل التين بالثوم طريقة بأخبركم كيف. يأخذون التين يغسلونه يشرحونه من النص، يحطون حبة ثوم فيه، وبعدين يحطون التين كل هذا اللي فيه داخل الثوم يحطونه في جدر، ويغطون التين بالكامل بزيت الزيتون، ونفس الكمية يحطون معاه مي، يحطونه على النار يفور 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 الجدر ويتبخر الماي، ويبقى التين مع الزيت فقط، وبعدين يحطونه في مثل هالصحن ويأكلون منه حبة على الريق أو قبل النوم يوميا. ومفعوله أقوى من أي فياغرا، ويزيد نسبة فيتامين دال في الجسم بشكل مش طبيعي أبدا. هذا من أسرار البيت المغربي، طبعا يسمونه شريحة هالوصفة هذه اللي هو تين بالثوم.